هاجم أمجدتها الكاتب والإعلامي والخبير السعودي في الشؤون السياسية الاستراتيجية والرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، من شجعوا فرنسا على حساب المغرب من باب الكراهية لأهل المغرب في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر. وقال أمجدتها: اليوم كلنا المغرب نحترم من يشجع فرنسا من باب كرة القدم والرياضة، ولكن أن تشجع فرنسا من باب الكراهية لأهل المغرب فأنت تعاني من مرض استعماري وتحتاج طبيب نفسي وعلاج بأعشاب الصحراء المغربية.